بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد. أنا بهذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز هنا في أرضية هذا الميدان، ونحن دائما هناك إلى الصدارة إلى المركز الأول كي نوافيكم صاحب هذا المركز، كي نوافيكم بصاحب هذا الانطلاق حتى هذه اللحظة. المركز الأول شعار عبد الله محمد بن عبد الله بالدبيلة، هناك أيضا اللي في المركز الأول مع شاهين، بينما اللي في المركز الثاني شاهين حمد بالعصري بالحب العامري، وفي المركز الثالث نيوتن محمد بن يمع بن عبيد بالدبيلة، وفي المركز الرابع من يصل في هذه اللحظات هيمان عبد الله بن أحمد بالعود الرميثي، وشاهين الدغاش أيضا حاضر، أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي من يأتي على خامس المراكز، وفي المركز السادس هنا سنيار علي بن سعيد بن خلفان بن حضيرم الاجتبي، وفي المركز السابع يا سلام سعار العبارة العبار ولا العابرة العابرة، هنا أيضا بن زعل حاضر، حاضر بو عبد الله حاضر مع هذه الانطلاقات، معزم سعيد بن محمد عبد الله بن زعل الفلاسي اللي وصل بدوره إلى سابع المراكز، المركز الثامن من يأتي في هذه اللحظات متعب مطار مسعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز التاسع هناك من الجانب الثاني اللي هو شاهين ولا من مطار مسعيد بن حلوة الاجتبي من يقدم عزام، وفي المركز التاسع بينما اللي في المركز العاشر محيض لسه محمد بن سعيد المري الاجتبي. ها هي نتيجتنا مستمعينا الاعزاء، واضحه وضوح الشمس، العشرة المراكز الاولى ذعناها عليكم كامله مكمله وفاء وتماما، ونحن دائما الى المقدمه الى الناموس الى الانجاز الى الحدث المميز هنا مع هذه الانطلاقات. أذهب إلى المعركة. الله يا سلام يا سلام يا سلام، أرى شعار من اللي غير هذا الصغير، هذا الصغير اللي سوى ضجة في هذا الشو، هذا اللي سوى ضجة سنيار شعار بن حضيرم، شعار هل العين علي بن سعيد بن خلفان بن حضيرم الاجتبي. نتمنى التوفيق، نتمنى التوفيق. شاهين ثاني المراكز محمد بن عبد الله بالدبيلة، وفي المركز الثالث هناك من يأتينا ثالث المراكز هيمان عبد الله بن أحمد بالعود الرميثي أيضا حاضرا مع هيمان، وفي المركز الرابع اللي هو مزعل ولا عزام في رابع المراكز أيها الإخوة معزم سعيد بن محمد بن زعل الفلاسي، وفي المركز الخامس هناك شاهين حمد بن العصري بالحب العامري، وسادسا يأتي في هذه اللحظات شاهين دغاش أحمد بن عبد الله بالهلي. التواصل التواصل يا بن حضيرم. الله 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 الله، هنا مع هذا الأداء الجميل، هذا المداء الأداء المميز، هل سنيار سوف يواصل سوف يستمر في هذا السير؟ حي السير والله، حي السير يا بن حضيرم. ها يلا 1200 ما تبقى من عمري هذا الشوط الا شيء قليل. السيد علي بن سعيد بن خلفان بن حضيرم الاجتبي حاضرا متابعا لكل هذه الانطلاقات، بينما شاهين محمد بن عبد الله بالدبيله، وهناك هيمان عبد الله بن احمد بالعود الرميثي، وفي المركز الخامس شعار حمد بالعصري بالحب العامري رابعا، وفي المركز الخامس الله يا ابو هليبه اول ندلمول ما يبنى له طاري، هملول ما يبنى له طاري، محمد بن عبد الله بن علي بن محمد ابو هليبه ايضا حاضر، ولكن 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 الله اللي يبنى ناموس دله، اللي يبنى ناموس دله، خبر عن هل النواميس ورد من خيار السلالح، حلو الشكل يشفي العله والتيم الافضل، هو ينال اللي في ضمره ما في خله، صفق له الكامل دلاله،
يلا يا بن حضيرم، يلا يا بن حضيرم، يلا يا بن حضيرم. صغير ولكن فعل كبير، صغير الحجم ولكن فعل كبير في الميدان، في الميدان، في الميدان. سلامي عليك يا بن حضيرم، وصلك بهليبة، وصل بهليبة. عطنا ثاني المراكز يا مصورنا، عطني المركز الثاني يا مصورنا. يا سلام هملول محمد بن عبد الله بن علي بن محمد ابو هليب الفلاسي. اللحظات اللحظات اللحظات. ايضا من القادم هناك اللي هو شاهين محمد بن عامر بن سعيد العمري في اللحظات الأخيرة، ولكن اسمح لك بجو الفضاء. سلامي عليك يا بن حضيرم، سلام سلام لك يا هيلي، وهنيالك، وصبحك الله بالخير ومساك الله بالخير بهذه النواميس الجميلة التي تأتيك من مدينة دبي الحبيبة. سلام سلام يا بن حضيرم علي بن سعيد خلفان بن حضيرم المركز الثاني. أيها الأخوة هناك محمد بن عامر بن سعيد العمري المركز الثالث، شعار المركز الثالث. أيها الأخوة هناك شعار أبو هليبة، وفي المركز الرابع شعار علي بن موفي بن علي الدوسري، وفي المركز الخامس شعار بالعود. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا، 6:06:85 جزء من الثانية، تحطم التوقيت أيها الأخوة تحت أقدام هنا سنيار. تهانينا علي بن سعيد من خلفان بن حضيرم لك تبي.